أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن عمليات الأعدام التعسفية خارج نطاق القضاء أن ياسكال أمار المكلفة بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أعلنت أنها ستقدم تقريرها بنهاية أيار مايو المقبل. وذكرت كالامار التي قامت بزيارة وجيزة للمنطقة التي تقع فيها القنصلية السعودية في إسطنبول لكنها لم تتمكن من دخولها، ذكرت أن الرياض لم توافق بعد على طلب لدخولها قنصلية المملكة ولقاء مسؤولين سعوديين. يقتربون من مبنى القنصلية السعودية دون أن يدخلوها. تشد الأنظار إلى مسرح الجريمة. هنا قتل جمال خاشقجي. تعاين المقررة الأممية المكان من الخارج، فالفريق الأممي ينتظر الرد السعودي. طلبنا من الحكومة السعودية الدخول إلى مبنى القنصلية ولقاء المسؤولين السعوديين هنا، ننتظر ردهم. وحتى أكون منصفة، فإن الطلب الذي قدمناه لهم كان متأخرا جدا، وسوف نعطيهم بعض الوقت لدراسة ذلك. مكتب مدعي عام اسطنبول هي الوجهة الأخرى لكالامارد وفريقها. هنا اطلعت المقررة الأممية على نتائج التحقيقات التركية تمهيدا لرفع تقرير إلى الأمم المتحدة. البعض لا يبدو متفائلا من إمكانية قيام مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بفتح تحقيق دولي، لكن المهمة بغض النظر عن نتائجها تتسم بشرف المحاولة. السعودية لن تتعاون مع المقررة الأممية وربما لن يخرج من هذا التحقيق نتيجة عملية على الأرض، لكن رمزيا هو تحقيق هام جدا. عدم تعاون السعودية لن يغير شيئا. المجتمع الدولي والأمم المتحدة من خلال هذا التحقيق يوجهان رسالة للسعودية مفادها نحن لم ننسى الجريمة. إصرار تركي على عدم إغلاق ملف القضية. رحبت الرئاسة بزيارة الفريق الأممي. عادت وذكرت بأن الأسئلة الثلاثة ما زالت عالقة دون إيضاحات. من أمر بالقتل؟ وأين الجثة؟ ومن هو المتعاون المحلي؟ أسئلة تتهرب الرياض من الإجابة عنها. كل شيء حدث هنا. الحصالة التي يتمتع به هذا المكان حال دون دخول المقررة الأممية دون موافقة سعودية، وسواء دخلت كالامارد أم لم تدخل سيبقى البناء المحصن شاهدا على جريمة ارتكبت بحق صحفي دخل ذات يوم إلى قنصلية بلاده ولم يخرج. عدنان جان، التلفزيون العربي، من أمام القنصلية السعودية، اسطنبول. للمزيد ينضم إلينا من اسطنبول فراس رضوان أوغلو، الصحفي والكاتب السياسي. مرحبا بك سيد أوغلو. ما أهمية هذا التقرير الذي ستقدمه المقررة الأممية، وأي إضافة سيقدمها لقضية مقتل خاشقجي إذا كانت المقررة الأممية غير قادرة حتى على دخول القنصلية السعودية في اسطنبول؟ طبعا يعني في تجاذبات السياسة نعلم أن هناك شيء ممكن وشيء لا يمكن، ولكن على أقله عندما تكون هذه القضية قضية دولية، قضية رأي عام عالمي وليس فقط محلي، هذا بحد ذاته بقاء بهذه القضية، هذا بحد ذاته ضغط. وإن كانت ربما في الظاهر الآن لا يبدو أن هناك ضغوطا، ولكن في حقيقة الأمر هذه نوع من أنواع الضغوط. المشكلة أن ربما هذه القضية جاءت في سياق قضايا أخرى سياسية أيضا في المنطقة ربما خففت الإضاءة حول هذه القضية، ولكن الوصول إلى هنا هذه نقطة مهمة بأن القضية أصبحت دولية. تركيا الآن ربما سترفع عن كاهلها هذا العبء وتقول نعم للمجتمع الدولي تفضلوا هذه المعطيات التي عندي سنتشارك معكم وليكن هناك تحقيقا دوليا. المجتمع الدولي ماذا يمكنه أن يفعل؟ ما الذي سيضيفه أيضا تدويل القضية؟ هل سيتمكن المجتمع الدولي من جلب المتهمين مثلا أمام المحاكم الدولية ومحاسبتهم؟ المجتمع الدولي إذا كانت هناك إرادة حقيقية يستطيع، ولكن كما قلنا أن هناك التجاذبات السياسية والاقتصادية في آن معا حقيقة تفرض نفسها في هذه القضية. لذلك سنجد أن
بعض الدول استغلت هذه القضية سياسيا في داخلها، في أي الانتخابات في داخلها، بعض الدول استغلت هذه القضية ربما لتجارة عقود مع المملكة، هذا كان واضحا في بعض الأمور. أيضا هناك بعض النقاط الأخرى التي بدأت استفادة منها من الناحية السياسية، وهذا أحيانا أزعج تركيا، كما كنا نتابع مع بعض أن بعض التصريحات لسيد شاووش أوغلو التي كانت تبدي أن السياسة الخارجية التركية منزعجة من بعض الأطراف الدولية، ولكن إذا كانت هناك إرادة حقيقية تستطيع على الأقل أن تجذب هؤلاء إلى محكمة دولية، ولكن يبقى كما قلنا أن المجتمع الدولي باقي في ضغطه ولو أقله على المستوى الإنساني. طيب، هل تركيا لا تزال قادرة على القيام بأي دور في هذه القضية، أم هي استنفذت ربما كل وسائلها وما تبقى الآن هو تدوير القضية فقط؟ يعني في حقيقة الأمر لا يمكن أن نقول أن تركيا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك. لا. يعني القضية حقيقة وصلت إلى مراحل ربما أعتقد أنها لا يوجد أكثر، يعني تطالب تركيا في الضغط ربما على السعودية في بعض الأمور، ولكن إذا كان هناك رفضا سعوديا وأيضا دوليا ليس في هذا الضغط، لا أعتقد أن هناك زيادة، ولكن ستبقى هذه القضية قانونيا مفتوحة في بالنسبة لتركيا، وأيضا كما جاءت السيدة كالامراد إلى هنا ستبقى هذه القضية دولية، وخصوصا أنها تمس الصحافة بشكل عام وهذا مرفوض. شكرا جزيلا لك فراس رضوان أوغلو، الكاتب الصحفي والسياسي من إسطنبول.